الروهينجا الأقلية المسلمة في ميانمار يبلغ عددهم نحو 800 ألف نسمة، أي ما يعادل 4% من سكان البلاد، يعيشون في ولاية أراكان في غرب ميانمار، وهم يعتبرونها منطقة محتلة منذ رحيل الاستعمار البريطاني عام 1984، وهم يشكون من استهداف السلطات في ميانمار لهم على مدار عقود. كان المسلمون قد حكموا أراكان أكثر من 3 قرون، إلى أن سيطر عليها البوذيون عام 1784. حسب الأمم المتحدة، الروهينجا من أكثر الأقليات اضطهادا في العالم، حيث تعرضوا لسلسلة من المجازر التي هدف مرتكبوها إلى طرد المسلمين من أراكان. أول مجزرة بحقهم ارتكبت عام 42، وراح ضحيتها 100,000 فرد، ليبدأ الروهينجا بعدها بالهجرة من ميانمار، وهم اليوم أكثر من 2 مليون نسمة في بلدان المهجر، خاصة في بنغلاديش، ماليزيا وباكستان. العنف تجدد هذا العام، وكانت الشرارة تعرض 10 من دعاة المسلمين الأراكانيين لمذبحة. ومنذ 8 يوليو يتعرض الروهينجا لعملية قتل يقولونها إنها تتم بعلم الحكومة ودعمها. وفي ظل تضييق إعلامي واضح من جانب السلطات في ميانمار ذات الطابع العسكري، فإن النزر القليل من المعلومات والصور يتسرب عن وقائع ما يجري للروهينجا. مزج المياه والمجاري وتنساب على مدار السنة، إنها وصفة للوباء الذي يقصر معدل الأعمار كثيرا. ولكن وصل العون أخيرا، فقد أقام أطباء بلا حدود مركزا مؤقتا للتغذية لمعالجة سوء التغذية. الكيني موسى أنالو هو الطبيب المسؤول. كان يموت طفلا يوميا حينما وصلنا، ولكن حينما بدأنا بتوفير الرعاية الطبية انخفضت الأرقام لتتراوح في شهر واحد بين 5 إلى 7 أطفال في المخيم كله. لقد ألفنا نساء يموتن بسبب صعوبات في الولادة، ورجالا يموتون بسبب السل، وأطفالا يموتون نتيجة لالتهابات في الجهاز التنفسي فضلا عن الإسهال. يكسب أطباء بلا حدود المعركة لإنقاذ الأرواح باستخدام معجون بسيط. فما هو؟ إنه شبيه بزبدة الفستق. إنه خليط من الفستق السوداني وقليل من السكر والحليب والفيتامينات وكذلك المعادن. لقد فوجئت بأن أناسا يعيشون في مكان مزدحم كهذا ويفتقرون للمراحيض وموارد المياه. كان يعتبر بناء مرحاض معادلا لإنجاز دبلوماسي كبير مع البنغاليين. هل حققت إنجازا مهما لصحة الناس العامة بعد أن بنيتها؟ أجل، لقد حققنا بعض التحسن، فالمنطقة على الأقل أكثر نظافة من ذي قبل. فقد انخفضت أعداد الذباب، كما لاحظنا انخفاضا في حالات الإسهال التي ترد على العيادة. إن الروهانجاس يتجهون بالفعل نحو المجهول، فهم غير مرغوب بهم في وطنهم، ونادرا ما يتم التسامح معهم من قبل جيرانهم. إذا حل السلام على بلدي وإذا كانت هناك ديمقراطية حينها سأعود، ولكن إذا لم تكن هناك ديمقراطية ولم يطرأ تغيير على القانون، وإذا قتل الأزواج والأبناء فإنهم سيقتلون غدا أيضا، لن أذهب إلى هناك، ولكني سأبقى في هذا البلد المسلم حتى لو قصفت بالقنابل. ما لم يطرأ تغيير مفاجئ للموقف من قبل بنغلاديش، فإن التعفن على قارعة الطريق سيكون مصير من يعرفون باللاجئين غير الرسميين ما لم يستسلموا ويعودوا إلى بورما.
مأساة الروهينجياس، قصة شعب منسي يكافح من أجل البقاء هربا من مطرقة السلطات البرمية وسندان الحكومة البنغالية. وبهذا التقرير نأتي إلى ختام هذه الحلقة، تحية مني ومن فريق البرنامج ومخرجه ميشال كبيسي، والسلام عليكم ورحمة الله. وتكالوا بعباد الوثن داخلوا بالبغي كرامتها حتى ذاقت سوء الفتن أركان تمن من المحن وتكالوا بعباد الوثن داخلوا بالبغي كرامتها حتى ذاقت سوء المثل وعلى بالحزن مساجدها ومدارسها قهر الإحن سلطات البؤس لقد كافت في الظلم قوانين الزمن أركان من المحن وتكالوا بعباد الوثن داشوا بالبغي كرامتها حتى ذاقت سوء الفتن